السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وحشتوني. حلقة جديدة، يوم جديد، يوم كله إشراقة وهنا وتفاؤل وراحة بال. ربنا يا رب يرزقكم راحة البال يا رب والسعادة. بصوا بقى، النهاردة جايبة لكم أكلة تحفة 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 تحفة. جايبة لكم النهاردة الريزو. عارفين الريزو؟ اللي بيحبوا الصغار والكبار طبعا، يعني احنا مش هنقول هو ايه، يعني مين بيبيعه وبيبيعه بكام وغالي وما بيشبعش والطبق جد كده جد كده والله. النهارده بقى انا جايبه لكم رز الريزو وهنعمل منه كميه بسترين دجاج، سترين اتنين بس من الفراخ، هنعمل مع بعض اكل عظمه هتكفي كل الاسره. اه والله، يلا بينا نقول المقادير وبعدين هنروح على طول على طريقه التحضير. عشان نعمل رز الريزو هنحتاج اول حاجه واساس كل حاجه الصوص. الصوص بتاعنا هيحتاج نص كوبايه، هيحتاج كوبايه من الكاتشب، ربع كوبايه باربيكيو صوص. كل حاجه هقول لك ليها بديل اتقلي. وايه يا ساره لسه بنقول كاتشب وباربيكيو وهتقولي صوصات؟ الموضوع سهل وبسيط جدا والله. كل اللي هنحتاج له كوبايه من الكاتشب، ربع كوب باربيكيو صوص، ومعلقه كبيره من العسل الاسود، معلقه كبيره من العسل الابيض، معلقه كبيره من الصويا صوص، معلقه كبيره خل، ربع معلقه صغيره من كل البهارات اللي هقول عليها، ملح، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا. بس كده، هي دي الصوص اللي هو اساس الرز واساس الفراخ وكل حاجه. هنحتاج بقى عشان نعمل الرز كوبايتين من الرز المغسول كويس ومتصفي، بصله صغيره مقطعه، زيت وزبده، معلقه كبيره ممسوحه سكر، معلقه مرقه، ومعلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والبابريكا وكركم وكاري، ربع معلقه من الصلصه اللي حضرناها. حلو قوي الكلام ده. هنحتاج للفراخ 2 صدور دجاج كاملة مخلية من العظم، 2 كوب دقيق، 2 معلقة كبيرة زبادي، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والثوم البودر والملح والزنجبيل البودر والبابريكا والكاري ومية وبقدونس للتزيين. كل المقادير موجودة معانا يا جماعة إلا معلقة السكر، وتقريبا ما عندناش سكر أعتقد يعني. فهقول لك برضو البديل، يعني أنا هقول لك بديل كل حاجة. بصي بقى، تمام، فيلا بينا نشتغل على طول. بصي بقى، اول حاجه هنشتغل فيها هي الصوص. الصوص اساس كل حاجه النهارده. بصي بقى يا ستي الكل، نجيب ايه؟ البوله النظيفه الجميله بتاعتنا، ونجيب الاسباتشولا، كنت لسه ماسكاه محضرها عشان ما تروحش مني اهي. بصي بقى، ادي البوله نظيفه وناشفه، انا عايزه الكاميرا تيجي هنا على البوله عشان نشرح باستفاضه، لان الاكله دي حلوه قوي كلنا بنحبها. فانا موسعه لكم اهو يا جماعه عشان ايه تجيبوا لي البوله. حلو الكلام ده. بصي بقى معانا، ادي الكاتشب، بصوا كوبايه من الكاتشب، كاتشب عادي، وبصي واكيد موجود في الثلاجه عشان الولاد من غير الكاتشب مش هتاكل بطاطس المحمره، فاكيد عندك كاتشب في الثلاجه. طيب هنحتاج بقى على الكاتشب ده ربع كوبايه من الباربيكيو صوص، وده موجود عند كل الناس، ولو مش موجود استغني عنه، هو بس ايه هيديلك طعم الجاهز بالظبط. يعني طعم، يعني دلوقتي الريسبي دي او المكونات دي هتديلك الطعم والله اللي احنا بنجيبه من بره، ويمكن افضل كمان. نحتاج ليه؟ احنا قلنا قد ايه؟ ثواني كده، معلقه كبيره من الصويا صوص. بصي، معلقه كبيره من الصويا صوص، طيب، ومعلقه كبيره من عسل النحل. ما تخافيش، هو لازم يكون في سن التسكيره، الصويا صوص مع الكاتشب فيها سن طبعا الملح الطبيعي، وكده كده هنضيف ملح. لكن بقى بصي بقى، انا هجيب لك الاثنين وانا نازله، ادي اهو معلقه من عسل النحل ومعلقه من عسل الاسود، بتعمل تعادل في الطعم، ده اللي بيعجبك بره. ما تقوليش انت بتعملي ايه يا ساره، بعمل اللي انت بتروحي بره تدفعي فيه فلوس قد كده، هو ده اللي انا بعمله. ما تجيش تقولي لي اللي انت بتعملي ده يا ساره، والله ما بعمل حاجه. بصي بقى، هنجيب كمان كده الاسباتشولا الجميله بتاعتنا دي، بس ايه هقلب بيها، وايه بقى ويسك بقى اللي هيتعامل في كله، الويسك ننضف جنبنا كده عشان المكان يبقى نظيف وجميل لعيونكم الحلوه. ومعايا البهارات البسيطه خالص يا جماعه، بصل باودر، توم باودر، ملح وبابريكا، مفيش فلفل اسود هنا، تمام، معناش فلفل اسود. انزل يا حبيبي، انزل يا بابا، تمام كده. نقلب بقى كل ده مع بعضه، هتلاقي اتكون معاكي اساس الاكله الحلوه بتاعه النهارده. مش هو ده اللون اللي بيعجبك؟ ركزي معايا كده، بس اهم حاجه ايه؟ تقلبي كويس. مش ده اللون اللي بيحبك، اللي بتحبيه وبيعجبك وبتجيبيه من بره بقد كده؟ هو ده، هو ده. بصي بقى هنعمل ايه، واعملي كل اللي هقولك عليه. هنقلب الكلام ده كويس قوي، وده اساس وصفتنا. واجري على طول هاتيلي حله، انا عايزه اعمل معاكم الحاجه النهارده من الالف للياء، تمام؟
كده كده اوريدي انا عامله نسخه، بس عايزه اوريكم الشغل الصح. ادي معايا حله نظيفه ونشفة، هننزل بشويه زيت حلوين كده ومكعب الزبده، معلقه السكر هنا علشان كنا هنكرملها مع ال 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 الزيت والزبده، فتكرمل خالص فهتديني نتيجه، بس هنستغنى عنها وهقول لك برده هنعمل ايه. احنا مفيش حاجه خالص توقفنا، نقلب الكلام ده كله مع بعضه وكده بقى معايا يعني الصوص الجبار. بس انا عايزه اقلب حلو عشان شويه توابل راقدين كده، شويه توابل جايين كده يدوبوا وتبقى الدنيا ايه احلى حاجه. تمام كده، بص انا عايزه اوريكم السمك بس كده. بصوا يا جماعه، يا نهار ابيض، مش هو ده اللون؟ هوريهولك دلوقتي بشكل افضل. ادي يا ستي الكوب المعياري وهنزل اوريكي اهو. بصي لي كده بقى، بصي الصوص، هو ده اللون ولا مش هو اللون؟ حلو قوي الكلام ده. الطبق اللي احنا بنعمله ده بقى هو ده اساس كل حاجه، هنستخدمه دلوقتي في كل حاجه. انا دلوقتي هخلي بس ايه معلقتين كبار هنا اهو من الصوص اللي احنا عاملينه ده، ونصفي ده بقى علشان ايه في حاجات بتبقى عامله جنبك ايه يعني مش عارفه اسمها ايه، يعني لحوسه بمعنى اصح يعني. نسيب ده كده وناخد بقى، بص دي صدور فراخ عاديه خالص اللي انت مطلعاها عشان تعمليها بانيه، لا اركني البانيه النهارده بقى احنا هنعملهم ريزو. بصي بقى، ادي معايا، بصي البانيه بتجيبيه وتقطعيه شرايح يعني زي سمك الصباع او الصباعين يعني زي ما انت عايزه. بصي عامله ازاي، هي النقطه دي مني انا. نجيب واحده كمان اهو، بصوا الكلام، هو ده السمك اللي انا عاوزاه. الصدر هتجيبيه هتقطعيه اربعه خمس قطع انت وشطارتك بقى، بعدين تغسليها كويس وتصفيها، وهناخدها بقى ايه في مكان البوله. بصي بقى الاقتصاد يا جماعه، احنا هنا بنحب نقتصد. لو انت بقى عايزه انت ممكن تكتفي بكده، لكن لو عايزه بقى يعني تبهري الليله وتدلعيها، بصي معلقتين زبادي او معلقه زبادي كده عشان الفراخ ايه تطرى معاكي. يا سارة انا مش عايزاها طريه، بره بتبقى مش طريه، لا افتكري لي كده وتعالي لي، بره بتبقى ايه ناشفه من بره كده وكريسبي من بره، ومن جوه جوسي وطريه وتجنن. نجري كده هنا تاني، بصي السرعه انت واقفه في مطبخك. بصي ادي المفترض ان احنا كنا هنكرمل ايه اللهم صل عليك يا نبي السكر، معناه السكر انزلي على طول بالبصل. تمام، وهنستبدل دلوقتي كل حاجه، احنا نقدر نستبدل كل حاجه ليها بديل الا انا، عشان وانا عايزاكم تخلي كل حاجه عندكم ليها بديل الا ساره، اوعوا تستبدلوني باي حاجه ثانيه. بصي بقى انا هندي تقليبه كده حلوه، احنا عايزين بس البصله تدبل. حلو الكلام ده، حلو الكلام ده، ويلا بينا نرجع هنا تاني للفراخ الجميله بتاعتنا. بقول لكم ايه، بقول لكم ايه، انا لابسه جلازات اهو، بصي كده، بصي كده، ايوه كده، انا عايزه الفراخ تاكل في التتبيله دي كده. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، وشم الريحه بقى. ولا هقول لك تبلي الفراخ تاني من اول، انت اغسليها بس، ومكان البوله اللي احنا اخدناه هنا هتتبلي فيه كده. بصي الموضوع سهل وبسيط ازاي، زي الفل. افترض بقى والمفروض ويقال وعلمونا ان الفراخ الحلوه دي المفترض انها تتغطى وتتساب ساعتين ليله، لكن طبعا انتوا عارفين يعني اساسيات حياتي، احنا ما نسيبش حاجه تتبل، كفايه نفسنا، هو احنا هنقف ونطبخ وكمان نتبل وكمان نسيب الحاجه في الثلاجه ساعتين وثلاثه؟ هو بصراحه لما بتسيبيها في الثلاجه الفراخ بيبقى طعمها حلو قوي، وبتبقى النتيجه اروع واروع يعني، عشان برضو نكون عندنا الصراحه الكافيه والمصداقيه الكافيه يعني. البس بس جلافز جديد ويلا بينا اقول لك على الشغل العالي بتاعنا بقى. ايه رايكم في وصفه امبارح؟ عايزه اقول لكم كانت حلوه قوي صح؟ عملنا امبارح الشاورما المصري، عايزه اقول لكم وانا مروحه في الطريق جبت التليفون، ما شاء الله ما شاء الله، يعني صور بقى وتطبيقات للشاورما قمتوا عملتوها. عايزيني يعني افرح ايه اكتر من كده، واجيلكوا النهارده مبسوطه ايه اكتر من كده. بصي بقى اسمعي مني، انا هجيب العسل اهو، هنستبدل بيه السكر وهننزل بيه اهو. بصي بقى اهو، ما هو ده دلوقتي اللي متوفر معايا. طب يا ساره ما عنديش عسل نحل، ما انا اصلا الاساس معانا سكر يا فندم، والله هو الاساس مش عسل نحل، بس احنا ما بنغلبش، احنا شاطرين قوي. معانا تليفون، الو. ايوه اهلا اهلا، بجد تسلم ايدك، وانت كنت وحشانه قوي على فكره، انت كنت فين الاسبوع اللي فات؟
انت كنت فين صحيح؟ انا كنت عيانه يا منى والله كنت ولسه لسه عيانه والله. عامله ايه؟ وحشانه قوي يا روحي. سلامتك الف سلامه يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي. ايدك على الاكل الجميل ده. تسلمي يا روحي. تسلمي لي يا رب. بجد كل جميل ما بيطلعش غير الجميل. يا روح قلبي انت اللي حلوه وكلامك حلو. تسلمي يا قلبي. سلامتك يا حبيبتي. تسلم ايدك. مش عايزه اي حاجه اعملها لك يا منمن. لا والله يا حبيبتي بجد انا كنت ولا عندك النهارده. اختي عاوزه تفتح. اختك عاوزه ايه؟ بسطه. عاوزه بسطه. عينيا نعمل لاختك الفته. انت تأمري يا حبيبتي انت واختك. بسطه؟ والله احنا مبسوطين خالص اللي احنا شفناك النهارده وكنت وحشانه قوي. تسلمي يا روح قلبي. كلك ذوق يا حبيبتي. انتوا كمان كنتوا وحشيني قوي والله. حبيبتي كل سنه وانت طيبه. حبيبه قلبي تسلمي لي. حبيبتي بصوا احنا عملنا ايه؟ البهارات اللي احنا قلنا عليها في الجنب حطيناها، شويه ملح، شويه توم باودر وبصل باودر وبابريكا وكاري، بس كده الموضوع سهل وبسيط. وكمان حاجه بسيطه خالص يعني الزعتر، الزعتر بيدي يا نهار ابيض حلاوه بقى، يعني رشه بسيطه بس. هو دي المكونات بتاعتي، انا هنا خلاص انا مش عايزه البصله تتحمر، احنا ما بنعملش رز صياديه. انا على طول دلوقتي هنزل بالتوابل بتاعتي. كاري وكركم وملح وفلفل اسود وبابريكا ومكعب المرقه بس كده. حمصي بقى وشمي ويا لالي على الحلاوه بقى، يا لالي على الحلاوه والجمال. ودوبي لي كده شمتي على طول تنزلي بربع كوبايه من الصوص اللي عملناه اللي احنا قلنا اساس كل وصفه النهارده. الرز الريزو صعب قال، صعب على مين؟ ده احنا ستات شاطرين. تمام كده قلبي بقى كده. تمام حلو الكلام ده. قلبتي بقى الكلام ده، شميتي الريحه، انزلي على طول بالرز الحلو بتاعنا. ايه رايك بقى؟ سمعتي الطشه؟ الرز مغسول كويس ومتصفي كويس جدا الحمد لله. انا كنت اتخضيت الميه. نقلب بقى كويس كده. ايوه بقى هو ده المطلوب. بصوا الكلام بقى، بصوا الكلام بقى، شمي الريحة واللون اللي انت نفسك فيه. وقولك ايه، كل حاجة بتحلمي بيها في مطبخ البلد هتلاقيها. بصي بقى تعالي معايا هنا كده، ادي الزيت اهو على النار. المهم انها مكونات بسيطة وموجودة وسهلة. وادي البولة معايا، وادي شوية مية. تعالى بس المية انا عايزاها فترة، اوريكي الموضوع بكل بساطة وسلاسة وسرعة وكل حاجة. بصي بقى يا ست الكل، طبعا انت عارفه ان كل كوبايه رز هتاخد معاكي كوبايه من الميه المغليه، بس كده الموضوع سهل وبسيط جدا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ادي معايا اهو الدقيق اللي نزلنا عليه بالبهارات اللي قلنا عليها، وهندي كل ده تقليبه حلوه كده. قلب قلب يا عم الحاج، قلب قلب كده. الموضوع ايه؟ حلو قوي. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا اهي، والميه اهي، والطاسه اهي، وبس كده. ادي الفراخ هجيبها كده وانزلها كده. توهونيش بقى، ما تتوهوناش بقى. حلو كده. ايه رايك في الكلام؟ نعمل كده وننزل في الميه كده بسرعه 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 بايد عشان ما تبهدليش نفسك، وبالايد التانيه نرجعها تاني هنا. ايه رايك بقى؟ الايد اللي بتنزلي بيها هي واحده بس اهو. بصي كده انا بقول لك ايه، انا ده مش بانيه، مش بانيه، مش عايزاكي تفضلي تعملي كده وكده، لا بصي كده وامسكي كده اعملي كده. ايوه شايفه شايفه الكلام. يلا بينا، بس المفترض الزيت يبقى سخن شويه. يلا في الثانيه. بصي حلوه كده وهاتي كده. تعالي نعمل اتنين مع بعض. المفروض بس ان الزيت يكون سخن قوي، فمعلش ما كانش لسه سخن. حلو كده اهو، وناخدها ننزل بيها على طول زي ما قلت لك، الايد بتاعت الميه هي دي، وارجعي بيها كده. عايزه اقول لكم ان الموضوع بجد يا جماعه سهل وبسيط، وناس تقول لك رز ريزو هياخد وقت ومجهود، ده لا وقت ولا مجهود. والفراخ اللي انت مطلعاها عشان تعملي بيها الفراخ اللي انت مطلعاها علشان تعملي بيها البانيه، لا لا بانيه ومكرونه، كل يوم بانيه ومكرونه، كل يوم بانيه ومكرونه، وانت بتتفرجي على ساره. لا طبعا نغير بقى. هنحط هنا لحد ما الزيت معايا يسخن. هو قايم اهو، قايم يسخن اهو. وادي الثانيه اهي، وعايزه اقول لك الريحه بدات تبان بقى، وفي هنا ايه عمايل. بصوا انا مجبره بس ايه اغير بس الجلافز عشان ازود الميه على الرز.
زي ما قلت لك كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه. ندي تقليبه كده وهيطلع اللون اللي انت عايزاه. ومش قادره اوصف لك الريحه دلوقتي عامله ازاي. الريحه بقى يعني ايه، فاكرين زمان انت اكيد من عالم تاني، من عالم تاني غير البشر. شويه ميه كمان. انا قلت لك المعيار لو اول مره تعمليه زي ما قلت لك كوبايه، كل كوبايه رز بتاخد كوبايه من الميه. هنقلب كده. وانتوا عارفين ساره انا بسيب الرز يفضل ايه مكشوف لحد ما يتشرب كده، اهدي النار تماما واغطيه. وهو خلاص هدي كده تماما اغطيه بقى بس كده. واهم حاجه النار تبقى هاديه. شفتي هنا خلاص الزيت قايم معايا يقوم اهو. البس بقى الجلافز علشان اكمل. عايزه اقول لك هي دي الاكله. ايه رايك بقى في السهوله والبساطه؟ الرز خلاص هنا على العين، وهنا بنقلي الفراخ على العين الثانيه اللي هي قطع الدجاج. وهوريكي برضو التقديم والصوص اللي هو اساس كل حاجه معانا اهو، ده اللي احنا هنحطه من فوق الوش. ايه رايك؟ اكله حلوه. وانت بقى ايه؟ يعني عايزه اقول لكم حاجه، دايما اواخر رمضان انا النهارده بروق، انا النهارده بنضف، نجيب اكل من بره. طب الميزانيه لا تسمح، ده احنا اصلا يعني عايزين نشتري حاجه رمضان، ناكل اي حاجه. ايه رايك بقى في اي حاجه بتاعتنا؟ اخر حاجه سهله وسريعه وايه؟ بتقطع. ومش هنقعد برضو ناكل بانيه ومكرونه ولا فقش بيضتين وخلاص، لا الموضوع ايه؟ حلو. وبرضو لو عملتيه يوم فطار في رمضان حلو قوي وسهل وسريع وزي الفل. نلبس بس الجلافز ده. يعني اعمل فيكم شكوى؟ انا مش قلت هاتوا الجلافزات كبيره شويه؟ يا جماعه احنا بنعمل محشي. بصوا كده يلا بينا اهو كده. حلو قوي كده. طبعا النار عندك عاليه، انا عايزه كده. هنا مفيش حاجه، يلا بينا نكمل. ادي الاستريبس بتاعي، ننزل بيه كده ونعمل كده. شمي بقى ريحه الاستريبس وجماله، يا نهار ابيض. بصي انا مش عايزه اقول عليه استريبس لان طريقه الاستريبس مش كده، وتتبيله الاستريبس مش كده، دي طريقه عمل الريزو، لكن هو شكله كده. زي ما قلت لك بننزل بايد ونطلع بالثانيه. ليه بقى؟ انا مش عايزه الايد دي مبلوله، تمام؟ ليه؟ علشان لما اجي اعمل كده. انتوا واخدين بالكم من الحركه دي؟ اهم حاجه عندي كده. كده تاني، بصي كده كده. بقول لكم ايه، ما تروحوا فاصل صغير وترجعوا لحد مقلي الكميه الحلوه دي. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم من تاني ومعانا دكتور ساره المهدي، خبيره التغذيه العلاجيه والعنايه بالبشره والشعر. اهلا اهلا. اهلا يا شيخ ساره. ايه يا عمر؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تسلم تسلم ايدك وزيوتك، شايفه الاليه والزيت عمال يبقبق قدامي دايما ما حدش بيشكر ولا حد بيقول لي ابدا شكرا. يعني لا عايزه اقول شكرا طبعا. هتجيبي الطبق قد كده من بره وتدفعي رقم قد كده للولاد، صح ولا غلط؟ حصل. عامله لك في البيت اهو. حصل. سعر الوجبه الواحده هتاكلي انت وجوزك والولاد، وممكن تدي طبق للجيران كمان. عايزه ايه تاني؟ بس انا حاساكي بتبقي داخله معايا تحدي، يعني باجي في الحلقه الايه ده، هي دكتوره ساره بتاعت التغذيه العلاجيه جايه، يلا زيت ومقلي اما نشوف هتسد شهيتنا ازاي. اه طبعا. صح؟ انت هتعرفي ازاي تسدي الشهيه مع الريحه الحلوه دي. مره الاقيكي عامله لي تورتايه قد كده، ومره الاقيكي عامله لي مقلي. ايوه لازم طبعا. امال يا جماعه الاهم من الشغل اللي يعني اهم من الكلام ده، ان انت ما تسديش نفسي وانا قدامي مثلا حاجه ما بتحبهاش. انت سدي لي الشهيه والحاجه قدامي تجنن وقدامي مغريات وتاكل وتحفه، صح ولا ايه؟ صح طبعا. وريني بقى. صح. وريني. لا بس انا جايه لك بالنهارده باختراع، انت متعوده مني على الاختراعات. صح فعلا. يعني انكر قبل اي حاجه. انكر؟ لا بس قبل اي حاجه يا شيف ساره، انت دايما بتحبي ايه قبل ما بيجي نتكلم على منتجات او مشكله؟ مرخص. يعني دايما الاقي شيف ساره بتقولي بره مرخص. اه طب الاختيار هتقولي طبعا. صح طبعا طبعا. اهم حاجه اني انا زي ما بعمل مع اولادي. صح. انا المتابعين دول مين؟ المشاهدين دلوقتي مين؟ يا اختي يا امي يا بنتي اللي بيشوفوني، فلازم ابقى مطمنه احنا بنعمل ايه، بندخل بطننا ايه. فاهم حاجه في المنتج بتاعي مرخص، مرخص من وزاره الصحه ولا لا؟ والناس بتبقى واثقه فيكي يعني. على فكره يعني المشاهدين بيبقوا بياخدوا بصراحه المنتجات او كده، دايما بيقولوا اللي دكتوره ساره قالت عليه، اللي كان الشيف ساره معاه، فالحاجه بتبقى تقريبا في وشنا احنا، فاحنا بنبقى اكتر ناس شايلين المسؤوليه. طبعا. صح. بصي بقى يا شيف ساره، انا جايبه لك بصي
ايوه انا عارفه انها خايفه طبعا. جايبه لك الاخطار ده اهم حاجه، ورقم تسجيل وزاره الصحه واختار هيئه وسلامه الغذاء موجود على العبوه وموجود في الاختار، عشان اي حد يوصله اي منتج يتاكد ان رقم تسجيل الموجود على الشاشه او في الاختار يبقى هو اللي موجود على عبوه المنتج اللي بتوصلني البيت. دي جميل. اول حاجه. كمان جايبه لك بقى نيو تكنولوجي جديده، اختراع جديد. نيو تكنولوجي حلو الكلام ده. كل الاساليب الدايت، كل المنتجات اللي موجوده تخسيس او انقاص وزن او علاج سمنه بيلعبوا على حجم الخليه. شفتي المباراه كده؟ انت لما بتحشيها رز كتير مش حجمها بيكبر طبعا، ولما بتخفي الحشو اللي فيها حجمها بيقل وبيبقى طعمها احلى. ماشي. لا احنا هنتكلم عشان خلايا دهنيه، هو طعمها احلى من كل واحد يتكلم في حتته. لما بتملي المنبرايه رز بتبقى غرقانه رز كده وما تحسيش بطعم المنبار، لكن لما بيبقى شويه رز صغيرين بيبقى طعمها احلى. صح. وبعدين تقدري بقى تاكلي ايه؟ انا مثلا كساره عمري مملة المنبار هاكل واحده، لكن لما يعني مثلا سي مثلا انا هتغدى النهارده 4 معالق رز، طب مملى بيهم 7 منبارات. حلو. وكتر الخضار، وكتر الخضار الحشو بقى البقدونس والطماطم، وده هيفيدك على فكره جدا كمان في علاج السمنه طبعا. طيب بصي بقى احنا هناخد من المعلومه الصغننه دي ايه؟ كل الادويه اللي موجوده في السوق بتلعب على حجم الخليه. صح. بتصغرها بتكشكشها زي ما بتكشكش المباراه. هو احنا في ادويه في السوق غيرنا؟ لا 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 لا، في منافسين، في منافسين بيحاولوا، مفيش بيحاولوا مهما يحاولوا مفيش يا جماعه مفيش، يعني مهما يحاولوا الثقه والمصداقيه والنتيجه الفعاله هنا يا جماعه معانا وان سليم هنا الدنيا الحلوه كلها. صح ولا لا؟ تحرقيش المفاجاه بقى، تحرقيش ده انا لسه هقول كلام حلو. اسكت يا لسان، اسكت يا لسان. عارفه المنافس بتاعنا ايه؟ اه العمليات الجراحيه. ليه؟ عشان ده اول منتج واول كبسوله في السوق المصري المرخصه. ايوه. بتقتل الخلايا الدهنيه، بتقلل عدد الخلايا الدهنيه مش حجمها. صح. احنا قتالين، احنا رصاص. احنا قتالين قتله، بس احنا بنقتل ايه؟ بنقتل الخلايا الدهنيه. صح ولا بالظبط كده؟ يعني ده اول منتج في السوق المصري بيقلل عدد الخلايا الدهنيه الغير مرغوب فيها مش حجمها. يعني احنا بنسد الشهيه، بنقلل كميات الاكل، بنزود احساس الشبع اكتر من 6 لـ 8 ساعات، كمان بنزود سرعه الحرق، واهم حاجه تقليل عدد الخلايا الدهنيه. انا عايزه اوريكي حاجه كده في المنتج يا شيف ساره. بصي عاجبني قوي الشكل الجديد. حاسه الشكل الحلو، حاسه شكله ايه؟ انا مديكي انا اول ما شفته قلت كده حاجه، عامل زي وانا لابسه اليونيفورم الجينز والطرحه البيضه. ماشي. لكن انا دي عارفه هم شفتهم قلت لهم ايه الرصاصه البيضه دي؟ رصاصه. والله خدوها التسويق وقالوا لي وان سليم رصاصه الخلايا الدهنيه، ولقيتهم بقى كاتبين على صفحه وان دايت ودايت لايف الرصاص القاتل للخلايا الدهنيه. ايوه. قلت ايه ده؟ ده انا ساعدتكم في التسويق. ده بجد شكلها رصاص، شكل الرصاص يعني. بص دي اهي، ده وان سليم. ايوه حلو. ده اللي فعلا بيقتل الخليه، في ماده اسمها السيليوم ماسك هي اللي بتقتل الخليه الدهنيه. بص الرصاصه الحمراء بقى دي. ايوه. مع ده يعني احنا بناخد وان سليم وان فيت بالتبادل. يعني احنا بناخد الرصاصه البيضاء عشان تقتل ايه؟ لا بصي بقى. انا النهارده يوم ايه؟ النهارده الحد. اه هاخد وان سليم، الاثنين وان فيت، الثلاث وان سليم، الاربع وان فيت بالتبادل لمده شهرين. بس بجد العبوات شكلها حلو قوي قوي. اه قوي. انا عايزه اقول لك الاحلى كمان من شكل العبوات، ودي اهم حاجه، الفاعليه. اكل وقله العدد الخلايا الدهنيه، سد الشهيه، زياده سرعه الحرق، وكمان تقليل عدد ساعات الاحساس بالجوع. يعني انا بزود احساس الشبع. كل بقى المواد الفعاله اللي موجوده في السوق وكل المنتجات اللي موجوده في السوق يقعدوا يقولوا لي ايه بقى يا شيف ساره؟ ايه؟ احنا بنزود سرعه الحرق. احنا ماده، مش بتسمعي ان في ماده واحده بس في منتج يقول لك احنا جرين كوف. ايوه. احنا قشور السيليوم. احنا قشور الاناناس، احنا قشور المانجا، احنا كروم، احنا فيتامين د، احنا هنا كل حاجه، احنا الكبسوله فيها كل حاجه. أوه. والزياده اللي بتميز منتجات وان سليم وان فيت وان بيرفكت هي ماده السيليوم ماسك اللي لها قدره على اختراق جدار الخليه، حاجه اسمها ديسوليوشن اوف سيل ممبرين، يعني بقتل الخليه الدهنيه، بوزع الدهون في الدم، باقي المواد الفعاله بتحرقها وتتخلص منها وتدوبها في الدم. المنافس الوحيد، محدش يقول لنا هل زي المنتجات اللي في السوق، المنافس الوحيد هو العمليات الجراحيه. وطبعا احنا أأمن، لأن أنت ما بتدخليش طبعا عملية جراحية، ما بتتعرضيش لبنج كلي، المشاكل بعد كده إن أنا الجسم كله بينزل مرة واحدة، والترهلات والفيتامينات والمعادن بتنزل مرة واحدة، فبالتالي بيبقى فيه مشاكل صحية مصاحبة العملية الجراحية، غير التكلفة العالية بقى اللي تعمل جمعية عشان تعمل عملية جراحية، واللي تعمل قرض، واللي تبيع كده. لا وبيقول لك دلوقتي في كمان بالقسط، سمعتي الموضوع ده؟ ما حتى لو بالقسط، ما أنت جايبة كل حياتك بالقسط. أموت من الجوع يعني.
ادويه دلوقتي الادويه تبقى بالقسط وهتبقى كمان العمليات بالقسط. يعني انا اعمل دلوقتي عمليه انقاص وزن وعلاج السمنه بالقسط، طب امال هعمل جهاز بنتي ازاي؟ صح. فامن حاجه وعايزه اقول لك النهارده مهرجان ال 15 جنيه. انا ممكن اوريهم حاجه صغيره فضل. بالنسبه لل 15 جنيه شايفين يا جماعه؟ شايفين القطعه عامله ازاي؟ بصوا الحلاوه. اهم حاجه ما تقلبيهاش تماما وهي في الزيت، سيبيها عشان لو قلبتيها الكفر هيفك. بصي طالعه عامله ازاي؟ بصي 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 جميله. ونرجع بقى لموضوع ال 15 جنيه. بصي بقى الرصاصه البيضه دي مش هتخليكي تاكلي من اللي بصي 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 منه غير قطعه. 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 مع طبق سلطه كبير، وممكن تاخدي برضو جزء من العيش لو هتاخدي ربع رغيف. بس منتجات التخسيس وان سليم بجد سد شهيه لاكثر من 8 ساعات انقاص الوزن. انا عايزه اقول لك مش بس بينزلوا على الميزان يا شيف ساره، ده بينزلوا كمان في المقاسات. كان معانا 2000 حاله متطوعه، عشان الناس هيقولوا دلوقتي طب النتائج عرفناها ازاي ولا نعرفها ازاي؟ احنا بقالنا سنه شغالين على المنتج وعلى المواد الفعاله، فورميوليشن وتكنولوجي وباكجينج واكتيف انجريدينت. بص قصه كبيره، فريق كبير جدا من الفورميوليتر اللي هم الكيميائيين اللي بيعملوا الماده الفعاله للي بيسجلوا في وزاره الصحه، اخذوا 2000 حاله من المتطوعين اللي بيعانوا من السمنه وزياده في الوزن تبع هيئه سلامه الغذاء او هنقول معهد التغذيه. حلو ده. تفاوت في الاعمار، اخذوا من ال 2000 متطوع نسبه كبيره، شريحه كبيره من كبار السن اللي بيعانوا كمان من امراض المزمنه. كان معانا 15 حاله طفل وطفله بيعانوا من السمنه وجربوا عليها المنتج. عايزه اقول لك يا شيف ساره اقل حاله نزلت 10 كيلو في الشهر، وفي حالات على الاطفال كمان 14. على الاطفال 10 كيلو في الشهر؟ في الشهر ما شاء الله. في ناس نزلت 40 كيلو في 4 شهور. انا عايزه اقول لك انا جايبه لك النهارده صور لحالات المتطوعين، احنا كنا بنبعت لهم العبوه من غير ستيكر طبعا، وثقتهم فينا وفي منتجاتنا وكمان شافوا اختار وزاره الصحه كان ليهم الشجاعه ان هو ايه ده، لا ده انا هخس وبلاش، لان الحالات دي متطوعه طبعا، كنا حالات متبنيه من خلالنا ومن خلال اسره وان دايت ودايت لايف، وتابعنا معاهم. عندنا 2000 فايل ل 2000 حاله، تفاوت اعمار يعني تفاوت اذا كان ست او راجل واطفال، 15 حاله لطفل وطفله من سن البلوغ. حلو ده، حلو جدا الموضوع ده. السؤال بقى يعني لكي يطمئن، بس ما بخاف منك انت معاكي كام؟ بخاف منك. ما هو انا يا جماعه انا دلوقتي بصوا الطبع غلاب، انا دلوقتي جايبه لي تورتايه حلوه قوي يا ستي جميله، حلوه، دي معموله بدقيق مش عارفه ايه، ماشي حلو الدقيق جميل والسكر بتاعها فظيع، جميله وانا مكلفه، في الاخر بقى بكام؟ ايوه انت فاهماني بايه؟ يعني انا كست بيت يعني احب العروض، احب الخصومات، احب الحاجه اللي سعرها حلو. عشان كده دايما يعني انا قلت النهارده جايبه لكم وجبه كامله تكفي الست وجوزها وثلاثه اولاد، وتدي طبق للجيران بسعر طبق واحد، وجبه واحده هتجيبيها من بره وطعم احلى وطريقه سهله وسريعه. انت بقى اعملي معايا نفس الكلام. حلو. انا اللي يجي هنا يجي بقانوني. اللي يجي يشرفني هنا يجي بالقانون بتاعي. انت قلتي طبق بسعر كام طبق؟ لا فعلا طبق بسعر كام طبق؟ 5 اطباق. 5 اطباق. 5 اطباق. طب النهارده العروض معانا اهو، انا بشهد اهو في برنامج مطبخ البلد مع الشيف ساره، احنا عندنا عرض الثلاث شهور بسعر ربع شهر. ازاي يعني؟ تخيلي 3 شهور؟ 3 شهور. احنا رجعنا للعروض القويه؟ ايوه بقى. ايوه بقى. ايوه بقى. لا وكمان 3 هدايا، تخيل لما تشتري 3 هدايا 3 منتجات عليهم 3 منتجات هدية. حلو. ده اقراص فيتامين د ده، والله في الصيدليه لقيت اقل منتج فيتامين د اللي هو ده منتج هديه على كورس التخسيس لقيته 240 جنيه. ايوه صح. احنا كورسنا تقريبا كانك دافعه 15 جنيه في اليوم. شكله حلو العبوه. دي كمان فيتامين د، دي الهديه. شوفي لما تقولي على الهديه شكلها حلو، غير انها مرخصه من هيئه الدواء المصريه. هتشتروا 3 منتجات تخسيس عليهم 3 منتجات هديه وباقل تكلفه، وفي كورس الشهرين منتجين تخسيس عليهم منتجين هديه، وكورس الشهر الواحد منتج التخسيس عليه منتج هديه. احنا جايين النهارده ننافس يا باشا، احنا جايين النهارده قلبين الدنيا. انا معاكي، انا بخاف معاكي، فعشان كده دايما باجي اقول يا جماعه لو سمحت انا طالعه مع الشيف ساره رعوني، عشان هي بتتخانق معايا على الهوا تقول لي لا انا متابعيني ليهم مزايا ليهم عروض. لا يعني احنا داخلين على رمضان وحضرتك احنا عندنا يميش عايزين نجيبه. لا وعندنا تحدي داخلين على يعني شهر رمضان. ما تفكرنيش بالتحدي بقى لحسن، انا كل شويه انا عارفه انت عماله توزني يا جماعه. انا الاسبوع اللي فات قلت لكم انا ما كنتش موجوده، انا الاسبوع اللي فات الصبح حقنه كورتيزون وبالليل حقنه كورتيزون، اخذت ما تعرفيش بقى هي عين ولا ايه، العين صابتني ورب العرش نجاني، خدت دور قوي جدا. انا ما كنتش موجوده الاسبوع اللي فات كله انت عارفه طبعا، فكنت باخد حقنه الصبح حقنه بالليل،
لا وكورتيزون يعني كنت تجمع باخد ميه وزياده في طبعا الوزن. باخده حقن وكمان تابلت يعني حقن وكمان راس صبح وليل. ومع ذلك الحمد لله. ده ليه بقى؟ علشان انا كنت مظبطه نفسي الحمد لله. فالحمد لله التحدي زي ما هو واحنا لسه مكملين. احنا كنا مظبطينها ونسلم. ايوه براحتك. لكن انا هقول اللي خلف الكواليس، احنا كنا مظبطينها كبسولات ونسلم يا جماعه. ما هم خير 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 خير. فكملي لي بقى كده يعني، قولي لي بقى يعني، اشرحي لي بقى كده. حلو قوي الكلام ده، انا عايزاك تقولي لي بقى عروض حلوه، تقولي لي خصومات حلوه. العروض يعني لما اقول لك اشتري ثلاث منتجات عليهم ثلاث منتجات هديه، والشحن مجاني. ده انت كده قلتي الكورس والمتابعه مجانيه. انت قلتي الكلام ده على الـ على الكورس. لا احنا مثبتين سعر المنتج بسعر الخصومات. فاكره خصوماتنا قبل كده ب 70 و 50؟ جديد الكلام ده. مثبتنا سعر الكورس بسعر العرض. اصل انا يا جماعه بصراحه الكورس جاي لي هديه، فمش عارفه ثمنه يعني. هم يعني مش هبقى معاهم، مش هدفع ثمنه، فمش عارفه الاسعار. احنا ثبتنا سعر العروض عشان الناس اللي بتقول الخصم ال 40 وال 50 وال 60 وال 70. سعر العبوات هي سعر العرض، وده الفتره محدوده. وعايزين نقول احنا داخلين على شهر رمضان، بالعكس شهر رمضان تحدي لانقاص الوزن. في ناس كتير بسمعها يا دكتور بقى الحلويات والكنافه والقطايف واللي واللي واللي، كل ده حلو جدا. ولا شهر رمضان هو فرصه للي عايزه تنزل في الوزن، ممكن تنزلوا اكتر من 20 كيلو في شهر. ننتهز الفرصة، نطلب العروض من دلوقتي، ناخد المنتج من دلوقتي. وهناخده ازاي في رمضان؟ احنا لو عرض الثلاث شهور هنطلبه، لان ده اوفر واقل عرض واكتر هدايا واقل سعر واقل تكلفة. هنطلب ثلاث المنتجات، هناخد بعد طبعا ما نفطر، هناخد طبعا تبع السنة النبوية، بناخد اللبن بكام تمرية. بعدها على طول هاخد قرص او كبسولة الوان سليم، وبعدها صلي المغرب. وتعالي بقى قبل المائدة اللي انتوا بتبقوا عاملينها في رمضان، هتبقوا حاسين ان انتوا شبعانين. وعارفه الساعات اللي دايما بعد التراويح دي بيقولوا اكتر ساعات جوع. ايوه صح. الكبسوله هتبقى لها قدره على انك مديك احساس شبع. هتيجي على السحور هتلاقي نفسك واكله طبق فاكهه، علبه زبادي، مش قادره انك انت تاكلي كميه كبيره في السحور. وفي نفس الوقت احساس شبع طول الصيام. المطلوب منكم هو شرب عدد كميات كبيره من الميه، تقريبا من 3 4 لتر. والنبي ما نستناش للسحور عشان نشرب الميه. ده انا بلاقي اللي حاطط قدامه 5 6 ازايز الساعه اللي قبل السحور، وبننسى طول فتره الفطار ان انا اشرب ميه. ايوه دي ميه كبيره هتتجمع في المثانه وهتنزل لصاحب طريق. لكن الصح ان ال 3 4 لتر اليوميه تكون متوزعه من اول ساعه الفطار، من اول صلاه المغرب لغايه الفجر. حلو ده. لو كل اربع ساعات هشرب لتر. انت شربتي اكبر عدد من الميه، نشطتي المواد الفعاله اللي موجوده في الجهاز الهضمي انها تعمل البالونه الوهميه الجيلاتينيه عشان احساس الشبع. فدينا الشهيه، قتلنا الخليه الدهنيه وقللنا حجم الخليه الدهنيه، وكمان حرقنا الدهون الدايبه اللي موجوده سواء في الوجبات. شهر رمضان انا تاني والنبي بكرر يا شيف ساره، هو فرصه تحدي لانقاص الوزن مش زياده. لا ننقصه وما ننقصوش ليه احنا مع بعض. ايوه وبصوا ربنا يستر علينا من وصفاتك. هم هيجيبوا خصوماتهم وعروضهم، وانا هجيب فطاري في رمضان. ده انا عامله لكم صوفيا وكركديه وتمر هندي وخشاف بطريقتي وقمر الدين. واهلا اهلا اهلا بك يا رمضان. والكنافه والقطاء. مش تيجي بقى انا ما تيجي نشوف حالات. يلا بينا. تعالي. من الحالات ال 2000 المتطوعين اللي جربنا عليهم منتجات وان سليم وان فيت وان بيرفكت، لان هم ثلاث منتجات تخفيف في عرض الثلاث شهور، او منتجين في عرض الشهرين، او هنقول كبسوله الطوارئ اللي هي وان بيرفكت في عرض الشهر الواحد. أيوة. شوفي بقى الحالات، شوفي الانبهار. عايزين نشوف الحالات، يلا بينا على الحالات. اول حاله معايا خسرت 25 كيلو في 3 شهور. كان كام وبقى كام؟ لان في شريفه انا مش شايفه كويس، مش باين عندي، بس هو خسر 25 كيلو في 3 شهور. كان 95 كيلو وبقى 65 تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. انا فاكره الحاله دي كويس جدا، وباين عليها هو قل كمان في المقاسات اكتر من 4 مقاسات، يعني أيوة في المقاس فعلا. نزل اكتر من الوزن لانه نزل ميه كتيره، وكانت باينه قوي في التسدي وفي الكرش. حلو الكلام ده. يلا بينا على الحالة الثانية. كانت 35 كيلو لا هي خسرت 35 كيلو في 3 شهور ونص. باين قوي وحلو قوي وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني بجد حلو قوي الدراع، وباين في منطقة حلو السدي، وباين في الكرش كمان، كان باين في كل حاجة. ايوه
نزلت 35 كيلو في 3 شهور ونص، وفي المقاسات نزلت 4 مقاسات برضو تقريبا. ايوه انا عايزه اقول لك ان دي الحالات دي كلها متطوعه، حالات كانت حالات تبني من اسره وان دايت ودايت لايف. يعني ايه حالات تبني؟ انا اول مره اسمع الموضوع ده. حالات التبني دي تبع معهد التغذيه، بناخد حالات بتعاني من السمنه، هم بيرشحوها لنا بنعالجها مجانا. حلو ده. فطبعا منتجات وان سليم قبل اصدارها في السوق المصري اتجربت على 2000 حاله. حلو ده. يلا بينا على الحاله الثالثه، خسر 20 كيلو في 2.5 شهر. ما شاء الله الشكل اختلف جدا، يعني هنا بالقميص ده مع التيشيرت الاحمر بجد اختلف جدا جدا ما شاء الله يعني. وده كان حاجه وبقى صغير. حاجه. حلو قوي الكلام ده، برافو. يعني عايزه اقول لكم ومعانا كمان الحاله الجميله دي ما شاء الله بجد شكلها اتغير قوي. خسرت 30 كيلو في 3 شهور. يا سلام يا سلام بقى، واحنا حاطين ايدينا في وسطنا ولابسين بقى الطرحه الحمراء، وايه الحاجات الحلوه دي؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ وايه يا وان سليم اللي انت عامله ده؟ وبجد ايه اللي بيحصل ده يعني؟ حلو قوي الكلام ده، مبسوطه قوي من النتائج دي، بجد اكتر حاجه بحبها صور الحالات قبل وبعد، بحب كمان الريفيوهات، مكالماتكم، في مكالمات بجد بتعلم في قلبي، يعني كان معانا مكالمات انا خسيت في الوزن ونزلت. ام روان انا مش ناسيه. ام روان دي ما كنت معاكي؟ لا ام روان لما كلمتك وقالت لك 40 كيلو وكانت عايز نفسها تزغرط. ايوه 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 الست انا مش فاكره اللي اسمها، اللي كانت بنتها عرس اخضر، اللي روان اللي اخست. ايوه لان هي قالت لكم انا بنتي بقى يجي لها عرسان، فاكره؟ ايوه بقى يجي لها عرسان. لا ده انا فاكره مداخلاتي. حلو ده. وكان في واحده هي وجوزها نزلوا، كان جوزها جنبها في التليفون. حلو الكلام ده. بصوا بقى احنا هنعمل ايه، هنطلع دلوقتي فاصل صغير ونرجع لكم. فاصل ونور. ورجعنا لكم من تاني، وعايزه اقول لك خلاص بقى الرز ما شاء الله استوى، بصي بقى ومفلفل وعامل عمايله، والستريبس بصي بقى يعني عايزه اقول لك ايه، تعالي معايا تعالي معايا تعالي معايا انت والسكينه. فين السكينه؟ كانت لسه هنا. لا اله الا الله. المهم هشوف السكينه دلوقتي، بس كنت عايزه اوريك ان هي ما شاء الله مقرمشه وهقطعها لك وهتبقى تحفه. وفي نفس الوقت بقى وانا بقطع كده وبقدم، عايزاكي تسمعي كمان مره العروض، وتسمعي كمان مره الخصومات، وتشوفي بقى الحالات اللي جايه. احنا شفنا الحالات، هنشوف بقى الريفيوهات اللي جايه. ايه رايك بقى دكتور ساره تقول لنا على العروض والخصومات العظيمه؟ العروض مش هتتكرر لحد ما ادور على السكينه الصراحه اثناء الحلقه، بس عشان نلحق نحجز العرض دلوقتي. انا قلت لكم يا جماعه، انا قلت يا جماعه، انا هزعلوا مني بعد كده. احنا يعني ايه العروض اثناء الحلقه فقط؟ بقول لك ايه، مش كنت بجيب لك الاول عدد كورسات وحتى زعلانه واتخانقتي معانا خناقه؟ يعني ايه العروض اثناء الحلقه فقط؟ يعني بصي العروض من هنا لحد هنا، مجرد ما مدمتي ايدك كده خلصت. لا ادونا مساحه يا جماعه، هنديكم مساحه. طب وبالنسبه للضغط اللي على التليفونات، عشان اللي انا بتضايق منها قوي، اطلب الحاجه واحطها انت عارفه في الستور، واجي اضغط يقول لك خلاص العرض مش كميه موجوده في المخزن، هو مش العرض انتهى، مش الخامه زودت الكميه شويه. والله ايه ده؟ والله بتزود. والضغط موجود على التليفونات دايما وعلى صفحات الفيسبوك، وان دايت ودايت لايف. لا 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 لا، انا عايزه عروض طول. قول ذا تايم، قول ذا تايم عروض. في اكتر من 15 جنيه في اليوم من واحد بسكوت. ده انا عايزه اقول لك، بيقولوا لي انت الشيف ساره علينا، بقول لهم ايوه انا والشيف ساره عليكم. طب قول النهارده تاني العروض، عرض كورس الثلاث شهور، ثلاث منتجات تخسيس هيوصلكم تقريبا كانكم دافعين 15 جنيه في اليوم الواحد، عليهم ثلاث منتجات هديه، منها اراس فيتامين د، كريم البشره المدعم بالكولاجين والكافيار، وكريم شد الترهلات. يعني هننزل في الوزن اكتر من 30 كيلو في 3 شهور، 25 كيلو في 3 شهور، فلو انت زايده اكتر من 20 كيلو عرض الثلاث شهور هيبقى مناسب ليكي. ثلاث منتجات تخسيس، عليهم ثلاث منتجات البشره وفيتامينات د كمان هديه. طب لو انا عايزه بس امشي على الكورس مده شهر، هيوصلك وان سليم وان فيت، عليهم منتجين هديه، سعر تقريبا العرض بخصم يصل ل 50%. طب لو انا عايزه عندي مناسبه، عايزه انزل اخر 5 6 كيلو، هنقول عليه الكورس الحارق والخارق للدهون الموضعيه المتجمعه في منطقه واحده، عندي بطن الولاده، عندي كرش، عندي منطقه التثدي، منطقه اللغد، تجمع الدهون في المناطق غير مرغوب فيها، هل عندكم كورس خارق وحارق للدهون اللي موجوده في الخلايا الدهنيه؟ طبعا. فعندك وان بيرفكت، او عندك وان بيرفكت هنقول عليه كورس الطوارئ لحرق الدهون المتجمعه في الخلايا الدهنيه الواحده.
ميزه منتجات وان سليم غير انها مرخصه من وزاره الصحه وحاصله على ترخيص واختار هيئه وسلامه الغذاء ومجربه على 2000 متطوع باختلاف السن واختلاف الاعمار، اللي عندهم ضغط، اللي عندهم السكر، اللي عندهم التهاب في المفاصل، ما بيتعرضش مع اي ادويه بتاخديها او اي علاجات، بالعكس ده امن كمان على الاطفال من سن 12 سنه من سن البلوغ. ميزه منتجات وان سليم انه بيقلل عدد الخلايا الدهنيه، وده مش موجود في اي منتج تخسيس تاني. بيقلل العدد، بيقتل الخلايا الدهنيه مش بيقلل حجمها بس. يعني اشوف ساره بعض المنتجات اللي موجوده في السوق تنزل ميه متجمعه، شويه املاح، عشان كده دايما بنلاقي ايه نزول الوزن اول شهر وبعد كده بيحصل ثبات، مفيش نزول تاني. بيقول لك على الاصل دور. طبعا انت بتقولي المنتجات اللي موجوده في السوق ايه اصلها، ايه فصلها، مين دي، اي حاجه ماشيه كده ولا كده. فاقول لك حاجه، احنا لما نيجي ناخد عروسه عشان تبقي فاهمه يعني صح. لو ما اخدناش عروسه دفعنا فيها دم قلبنا ما ينفعناش بجد، يعني لازم الحاجه ندفع فيها نحس بقيمتنا. انا مش عارفه ده صح ولا غلط بس احنا كده لازم. ايه فصلها، ايه اصلها، انت اي حاجه بتاخديها، ايه علاقه الدب ده، ايه علاقه العروسه بالكوز؟ انت عايزه تقولي ان العروسه اسالي على اصلها وبعد كده روحي تقولي ولو دفعت في العروسه دي عروسه المولد اللي هتدفعي فيها مش عروسه. بجد والله العظيم لازم يا جماعه الحاجه يبقى ليها اصل وفصل، يعني مش قصدي، يعني قصدي لما نيجي نختار بناتنا مثلا ان احنا هنجوز اسالي على باباها مامتها، اسالي على اصلها وفصلها. يعني قبل ما تناسب، ايوه زي ما قالوا لي كده، قبل ما تناسب حاسب، تمام؟ فقبل ما تاخد حاجه نحاسب، انت فهمتي قصدي؟ صح. بس لا لا احسن يفتكروا نحاسب ندفع، لا لا حاسب يعني خلي بالك. بس فبجد يا جماعه انت دلوقتي بالظبط كده، قبل ما تناسب حاسب، انت دلوقتي بتعملي ايه؟ هتاخدي كورس، ايه اصله؟ ايه فصله؟ مصرح ولا مش مصرح؟ نوع رز اهو، لقيت نازل عليه عرض اشيله ولا اشوف الاول تاريخ الصلاحيه بتاعته ايه؟ ايه المنشا؟ برضه اصله وفصله ايه يا جماعه؟ اي حاجه داخله جسمنا عشان صحتنا نعرف هي ايه ومصدرها ايه، صح ولا ايه؟ صح. يوسف شرقه، انا يعني طبعا كلامك 100% صح. حتى كمان انا عايزه اقول لك ليه بقول ان هو امن على الاطفال من سن البلوغ، لان دايما الاطفال بتبقى مرايتنا، بتعكس اللي احنا بناكله لهم، اللي احنا بنحطه لهم، البرودكتس اللي بيحطوها على بشرتهم شعرهم طبعا. وكمان لما اقول لك انه حاصل على ترخيص وزاره الصحه وامن، عباره عن مواد فعاله طبيعيه، يعني ما بتعرضش مع اي حاجه، وبالذات البنات اللي عندها مشاكل التكيسات الدهنيه على المبيض وتاخر حلم الانجاب والولاده، حلم الامومه. طب انا ازاي ابقى داخله حياه جديده وفجاه تقابلني عكوسات نتيجه زياده وزن، نتيجه شويه اكياس دهنيه اتجمعوا على المبيض عملت لي مشاكل؟ صح طبعا. التنمر عند الاطفال، الرجاله الكبيره والستات الكبيره في السن، جد جدتي عندهم مشاكل مش قادره تطلع السلم، مش عارفه تصلي، ركبتها عندها فيها خشونه، متعرضه انها تغير مفصل ركبه، تركب شويه شرايح ومسامير بين الفقرات نتيجه زياده الوزن، كل ده يعني هتنسوه خالص مجرد ان احنا ننزل في الوزن. هننزل في الوزن وهنعمل كل حاجه. تعالي بقى، انا كنت عايزه بس كنت بدور على السكينه. بصي سامعه؟ ايه رايك في الصوت؟ بصي سامعه ولا مش اقرب كده؟ ما شاء الله مقرمشه جدا من بره. وبصي بقى لما نقطعها، بصي بقى انا عايزه اوريكي حاجه اللي احنا بقى بنشوفها بره وتحسي ان احنا هيجي لنا هيستيريا عشان المنظر ده، اللي هو ايه؟ من جوه ومن بره، يا نهار ابيض. وزي ما قلت لكم سعر الوجبه، هنعمل 5 وجبات وهتشوفوا. وانا بقطع بقى وبقدم، ايه رايكم ناخد تليفون معانا؟ شيماء، الو يا شوشو. الو يا شوشو. الو يا شيماء. شيماء ايه؟ ارجعي لنا تاني يا شيماء. طيب كملي لي بقى يا حبيبتي العروض تاني عشان الناس لما تقولي طب ده الوقت انا كرم ارقام التليفونات يا دكتور، هقول ايه؟ اطلب ايه؟ لو انت زايده اكتر من 20 كيلو اطلبي عرض الثلاث شهور، مهرجان خصومات عرض الثلاث شهور، هيوصلك 3 منتجات تخسيس عليهم 3 منتجات البشره هديه، وكمان اقراص فيتامين د هديه. ايه رايك شيماء نرجع رجعت ناخدها؟ اوكي. الو شيماء. الو. اي يا حبيبي. الو. اي يا قمر. سامعاك. ايه يا حبيبتي؟ قمريني يا شيماء. شيماء حبيبتي شكرا، ومعلش حاولي كلمينا تاني. انا عارفه يا جماعه ان بقى في ضغط كبير على التليفونات والتواصل معانا، بس والله يا جماعه عندنا ضغط فعلا ما شاء الله يعني، وضغط كمان على الكورس نفسه ما شاء الله ما شاء الله. الكورس الله اكبر يعني ناجح، نجاح جميل جدا، ناجح بيكوا انتوا، ناجح بتجاربكوا انتوا، ناجح بصوركوا وريفيوهاتكوا انتوا، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عشان كده احنا فعلا بيبقى في ضغط، ناس كتير بتتكلم مشغول، ناس كتير بتتكلم بالراحه، برضو في ناس زعلانه ان هم طلبوا الكورس ولسه ما جاش. جاي لك يا حبيبتي والله، بس احنا عندنا ضغط قوي ما شاء الله يعني، اللهم بارك يعني، نمسك الخشب.
لو لحد شهر رمضان كمان الناس عايزه تنزل في الوزن يعني بياخدوا شهر رمضان فرصه عظيمه. طب التكلفه يا دكتور، طب مش عارف مين، التكلفه تقريبا اقل من سعر وجبه، ده انت ولا هيجي ثمن وجبه. طيب لو انا دلوقتي قلنا اللي زايد 3 شهور اكتر من 20 كيلو هناخد 3 منتجات تخسيس عليهم، 3 منتجات هديه من ضمنها اعراس فيتامين د، وسعر الكورس الثلاث شهور بسعر عرض الخصم 70%، يعني كانك واخده خصم 70%، يبقى 3 منتجات تخسيس عليهم 3 منتجات البشره هديه والشحن مجانا ومتابعه مجانيه. طب لو انا زايده 20 كيلو 15 16 من اول 10 كيلو 20 كيلو، أأمن وأفضل كورس ليكي هو كورس الشهرين، هيوصلك منتجين تخسيس، هيوصلك الوان سليم وون فيت، وهيوصلك عليهم منتجين هدية، أقراص فيتامين د وكريم شد الترهلات هدية. آخر كورس اللي إحنا بنقول عليه هو كورس الشهر الواحد أو كورس الطوارئ، هيوصلك وان بيرفكت اللي هي الكبسولة لونها أخضر دي، وان بيرفكت أنا بسميه الكورس الطوارئ، كورس الإنقاذ لعلاج زيادة الوزن، عندك إيفنت، عندك مناسبة، انترفيو، عندك انترفيو عايزه تروحي تحضريه، فستان عايزه تقفليه على خطوبه وفرح، اخر 5-6 كيلو الدهون العنيده المتجمعه في المنطقه الواحده اللي بنقول عليها بطن الولاده، ودي مشكله كل الستات تقريبا بعد الحمل والولاده. بطن الولاده دي حاجه صعبه جدا. والكرش والتسدي عند الرجاله والشباب، منطقه اللغد عند من اول الاطفال للشباب للبنات لكل ده. طب يا دكتور الكورس امن لو انا مريض ضغط او سكر او باخد اي علاجات اخرى؟ هو امن تماما لانه عباره عن مواد فعاله مرخصه من وزاره الصحه طبيعيه 100%، وفي نفس الوقت لا تتعارض، ما فيش حاجه اسمها دراج دراج انتر اكشن، يعني ما بتتعارضش مع اي ماده او دواء او علاج انا باخده. أيوة. وطبعا الشحن مجاني ومتابعه مجانيه من خلال ارقامنا على التليفونات، ابعتوا لنا واتساب لو في ضغط على التليفونات، ابعتوا واتساب، ابعتوا على صفحتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف. حلو قوي الكلام ده، هو مش حلو بس هو هايل جدا جدا. ايه رايك بقى ناخد الريفيوهات الجميله بتاعتنا؟ ايوه الريفيوهات اللي بتدل اللي سرقينها من فريق الطب. الريفيوهات اللي بتدل قد ايه الفريق الطبي بتاعنا ما شاء الله متابع جيد جدا. الفريق نفسه يا جماعه متابع ازاي؟ يعني الدكاتره عندكم متابعين؟ طبعا متابعين ليكم ولحالاتكم، ونزلتوا قد ايه وبتعملوا ايه، ودي حاجه عظيمه جدا. يلا بينا على اول ريفيو. صباح الخير يا دكتوره، جمعه مباركه عليكي. انا وزنت النهارده وبقيت 99 كيلو كده، انا خسيت 15 كيلو في شهر واسبوع. حلو قوي، كملي، برافو عليكي. عشان كده انا وزني 100، عشان انا كان وزني 115. برافو 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 برافو، يعني من 115 ل 99 خسيت 16 كيلو في شهر واسبوع. يلا بينا على الريفيو الثاني. مساء الخير، انا ابتديت اخد الكورس من 11 يوم بالظبط، خسيت فيهم 5 كيلو، وحقيقي مش مصدقه نفسي من الرقم الكبير اللي نزلته في وقت قليل، واول مره اصدق اي اعلان يخص التخسيس بعد معاملتي معاكم وبعد تجربتي الرائعه في اخذ الكورس، شكرا ليكم من كل قلبي. حبيبتي احنا مش اعلان، احنا مش بنعلن عن المنتج، المنتج هو ما شاء الله بيعلن عن نفسه، احنا بنجيب حل، انا بوصل لكم معلومه مش اكتر، انا مش بعلن عن منتج. انا ساره بقدم لك الطبخه بتاعتي وبقول لك انا كساره اخدت كذا وعملت كذا، زي ما بكلمكم تقولي ساره انت جايبه السكارف دي منين، انت جايبه الساعه دي منين، بقول لكم. فانا انتوا سالتوا كتير جدا، الكورس ما شاء الله فعال جدا ناجح جدا، وبتفاعلاتكم انتوا بردودكم انتوا، انتوا اللي اخدتوه وانتوا اللي بتقولوا ان هو هايل جدا. الكورس بتاعنا ما شاء الله مسمع جدا ومكسر الدنيا، برغم انه موجود وسط مجموعات كتيره وكورسات كتيره، بس الكورس بتاعنا ناجح جدا. ليه الكورس بتاعنا ناجح؟ عشان انتوا اللي جربتوه وانتوا اللي اخدتوه وانتوا اللي بتشكروا فيه وانتوا دلوقتي اللي بتسوقوا له. انت لما بتخسي اختك بتقول لك انت نزلتي ازاي؟ انا اخدت كذا كذا، غير بقى السوسه اللي ما بتقولش، عارفين انتوا السوسه اللي ما بتقولش دي؟ صاحبتك جارتك. فالحمد لله الحمد لله، يعني ربنا يزيد ويزيد كورساتنا الحلوه. يلا بينا على الريفيو الثالث. اوكي ممكن تبعت لنا كنا كام لما بدانا ووصلنا لكام دلوقتي؟ 95 كنت 110، يعني من 110 ل 95 نزلنا 15 كيلو. ايه تاني يا دكتور صافي؟ ايه رايك في النزول؟ ايه تاني يا دكتور؟ احنا ما بنقولش نزول 5 كيلو 6 كيلو، الارقام اقل رقم بينزل معانا واقل حاله نزلت مع منتجات وان سليم وان فيت وان بيرفكت، قدروا ينزلوا 12 كيلو 10 كيلو في الشهر، 27 كيلو في شهرين وشهرين واسبوع، 30 كيلو في 3 شهور، 40 في 4 شهور، بجد حالات مشرفه جدا، مثال قوي جدا، ابطال من ابطال منتجات وان سليم وان فيت وان بيرفكت. احنا اخترنا كلمة وان، يعني حتى فريق التسويق لما اختار كلمة وان قال لأن ده المنتج الوحيد
اللي في السوق المصري اللي له فاعلية وقدرة على اختراق دار وغشاء الخلية الدهنية، فبنقلل عدد الخلايا الدهنية، مش بس بنزود سرعة الحرق، مش بس بنسد الشهية، مش بس بنقلل الكميات الأكل، احنا كمان بنقتل عدد الخلايا الدهنية الغير مرغوب فيها، بنقتل الخلية الدهنية وبنحرق الدهون الدايبة في الدم، فكمان بنحميك من أمراض مزمنة ممكن تكون نتيجة زيادة الوزن أو نتيجة زيادة السمنة المفرطة. فعلا للاسف الوقت معاكي بيجري سريعا، واحنا عايزه اقول لك ان احنا خلاص يعني عديلي العروض سريعا، عرض الثلاث شهور النهارده قلنا مهرجان 15 جنيه، يعني احنا النهارده تحطيم اسعار وحرق اسعار وحرق كمان للدهون، عرض الثلاث شهور هيوصلكم ثلاث منتجات تخسيس عليهم ثلاث منتجات البشره هديه واقراص فيتامين د هديه. حلو قوي. كورس الشهرين لو انا زايده اكتر من 11 كيلو 12 لغايه 20 كيلو هيوصلكم منتجين تخسيس عليهم منتجين هديه، والشحن مجانا ومتابعه مجانيه على كل ارقام تليفوناتنا او صفحتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف. الكورس الاخير كورس الشهر الواحد هيوصلك وان سليم وعليه كمان هديه، منتج هديه بيميزنا دايما افضل النتائج في اسرع وقت بامن الطرق العلاجيه، ونلحق الكورسات والخصومات. زي ما بقول لكم يا جماعه احنا كلامنا صادق، قلت لك ثمن الوجبه الواحده هتعملي خمس وجبات، نفس الكلام اللي بقول لك عليه، دايما عروضنا ودايما خصوماتنا صادقه، ودايما الكورس بتاعنا ما شاء الله محقق نتائج اكتر من هايله بجد يا دكتور ساره، شرفتيني ونورتيني وحلقتك كالعاده كانت اكتر من هايله. ايه رايكم بقى في الكلام ده؟ بصوا شايفين الصوص اللي عملناه اللي هو زي ما قلت لك اساس الوصفه عامل ازاي، عملنا ما شاء الله خمس وجبات من ثمان وجبه واحده، وتحدي ما شاء الله وبكميه، وعايز اقول لك اتبقى معانا كمان ستريبس ما شاء الله، بصوا الكميه حلوه ووفيره. شرفتوني ونورتوني، وعايز اقول لكم ان انا بجد بحبكم قوي قوي، استنونا بكره في حلقه قوي وكنتم مع مطبخ البلد، مع السلامه.